عرفت الشعور لما تكون بمكان حلو ودك تصور بجوالك لكن بطارية جوالك تخونك شوية بتخلص ولا عندك شعر متنقل؟ هذاك أول. تعال نشوف الحل. في تطبيق اسمه شايزر، بمجرد ما تحمله تدخل عليه يطلع لك الخريطة وأقرب شواحن متنقلة لك. أنا هنا، هنا في شاحن. خل نروح. وصلنا عند الجهاز، بمجرد ما تضغط هذا الزر تسوي سكان لهذا الباركود راح يطلع لك الشاحن. طبعا اول ما تحمل تطبيق شايزر وتسجل دقيقه خلني اشحن جوالي، طبعا سلك ايفون معتمد من ابل، في اندرويد بعد. تسجل في التطبيق وتسجل بطاقتك سواء كانت فيزا او مدى او ماستر كارد، تشحن محفظتك تاخذ شحنك. يلا من فضلك بقول له يا زين التقنيه طلعت لي اقرب شاحن جنبي والنص ساعه ب7 ريال. جوالك بيطفي دور اقرب شايزر.